بالنسبه للاداء ما اقدرش اقول لك بصراحه حاجه واحده معينه. انا لعبت ماتش ونص صح، لعبت ماتش ونص، بحاول على كل ان انا بحاول على كل حاجه اقدر اعملها ان انا اكون كويس في الماتشين. ممكن كنت موفق في الماتش الاولاني، في الاخر انا جاي هنا مش عشان العب كره فرديه، انا بحاول العب كره جماعيه للفرقه كلها. ما كناش موافقين الفرقه كلها ان احنا كنا بنلعب كورتنا اللي احنا معروفين بيها الماتش الاولاني، لكن ده بيحصل في الكوره وده وارد جدا في الكوره، ومش دايما بنبقى كويسين عشان نكسب الماتشات. بس اهم حاجه انا شايف الحاجه الايجابيه اللي حصلت ان احنا في الماتشين الاخرى واحنا متاخرين قدرنا ان احنا نتعادل ونبقى موجودين لسه في البطوله. فما عنديش تفسير معين لتحليلنا الشخصي، لان كده احنا خدنا الكوره كلعبه فرديه، فالكوره طبعا لعبه جماعيه. فانا شايف بس ان خلاص انا مش موجود الماتش الجاي، اتمنى ان شاء الله اي حد موجود. ده اللي احنا قلناه بنشوف من الماتش اللي فات، ان هو يأدي بشكل كويس ويحاول يكسب الفريق، وده اهم حاجه. احنا ده منتخب مصر مش منتخب صلاح، صلاح واحد من ضمن 27 لعيب في المنتخب. فشايف ان شاء الله انا متفائل جدا، واللعيبه متفائله، واتكلمنا مع بعض وان شاء الله نبقى نكسب ماتش بكره. اهم حاجه بالنسبه للاداء او للاعبين وللاقاويل اللي بتقول ان انت ادائك مع منتخب مصر مش زي ادائك مع ليفربول. بص انا اقدر اوعدك نهائي ان انا ما شفتش اي حاجه، انا داخل البطوله عارف انا عايز ايه منها، مركز في شغل كويس قوي، ماليش دعوه الناس بتقول ايه او ما بتقولش ايه، لكن متفهم طبعا فكره ان انت تنتقد منتخب بلدك او اللعيبه عشان خاطر ما كسبوش. دايما لما يبقى فيه خساره او تعادل الناس كلها بتتكلم، مع المكسب الدنيا بتمشي. ده في الكوره من ساعه ما لعبت كوره، متفهم ده طبعا وبحترمه جدا. في ناس كتيره برضه بتسبورت، وده حاجه كويسه جدا، هو بيدعموا المنتخب بشكل ما، وده اللي اللعيبه محتاجاه. اللعيبه دلوقتي محتاجه ان حد، ان هم يحسوا ان في حد وراهم وحد بيساعدهم طول الوقت، مش عايزين يحسوا ان حد بيهتم فيهم والكلام ده كله. اتمنى ان شاء الله ان الناس عامه تقف ورا المنتخب زي ما وقفوا ورانا البطوله اللي فاتت. من ساعة دور المجموعات وقفوا مع اللعيبة، شافوا اللعيبة عملت ايه، اللعيبة كانت بتموت نفسها في الملعب، والناس نفسها طلعت قالت انتوا عملتوا اللي عليكم والموضوع خلص. انا اتمنى ان الناس برضو تقف ورا المنتخب. اللعيبة كويسة جدا، اللعيبة بتموت نفسها فعلا في التمرين في الماتشات، ممكن مش موفقين في النتيجة، بس بجد ما فيش حد بيطلع من الملعب وحاسس ان هو عنده مجهود المفروض يعمله. فتاني الحاجة الوحيدة اللي اتمناها من الناس ان هي تقف ورا المنتخب، في الاخر ده اسم مصر وده حاجة بتشرفنا كلنا. مفيش لعيب رايح المنتخب وانا مش عايز اجي وانا مش عارف، لا اللعيبة كلها عايزة تلعب وعايزة تبقى كويسة، فعلى الأقل اللي مش عايز يقول حاجة كويسة ما يقولش حاجة وحشة. في ناس لسه صغيرة وفي ناس لسه أول مرة تلعب البطولة، فصعب عليهم إن هما الانتقادات الكبيرة دي ممكن تأثر عليهم، وأنا بشوف لعيبة بطريقة معينة بحس إن هما في ضغط عليهم. في ناس تانية مش في دماغها، فخلاص ده حاجة برضه كويسة. بالنسبة للانتقاد انا على الأداء، انا اعرف المنتخب من زمان، فانا متفهم جدا ان الناس تقول لك ما بيلعبش هنا زي هنا، هي هتفضل حاجة موجودة مدى الحياة، فما عنديش مشكلة فيها. اللي عايز يقول حاجة يقولها، ده رأي ناس وانا بحترم الآراء كلها، وما افتكرش ان انا طلعت مرة رديت على حد او عملت حاجة، عشان هو كل واحد يقول اللي هو عايزه، دي حرية رأي، وكل واحد عنده السوشيال ميديا وعنده حاجة، ده رأي وهو عايز يقوله وانا بحترمه. دايما بحب ابص للحاجه من الحته الايجابيه بس، الكوره دايما بتدينا فرصه، الحمد لله في مصر ادتنا اخر ماتشين تعادلنا في الاخر خالص، والجزائر نفس الكلام. فدي ده احساس بالنسبه لي انا، ودايما بقول للعيبه الكوره عايزاك توصل، الكوره عايزاك تطلع قدام. ف ده الحاجه الايجابيه الوحيده اللي اخدها من الموضوع. لكن الكوره عامه حواليك في افريقيا بتتطور بشكل كبير، احنا ما اعرفش الجزائر يعني فيها عدد كبير قوي من المحترفين، مصر اقل شويه. طبعا العوامل كتيره مش هنقعد نتكلم فيها، بس الكره في افريقيا عامه الفرق كلها بتسيب العيال بتاعتها تروح من وقت صغير انها تحترف وتلعب في اكبر الانديه، وده بيعود على المنتخبات بشكل كبير وعلى اللعيبه نفسها وعلى الدوله وكل حاجه. فاحنا عندنا برضو لازم نسيب اللعيبه من سن اصغر شويه ان هم يحترفوا، وما ننجمش اللعيبه زياده عن اللزوم يعني. فده شايف ان ده سبب رئيسي بيخلي اللعيبه ان هي عايزه تقعد في بلدها، ان هي متنجمه زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت الانديه مصعباها عليهم ان هم يمشوا. لكن
انا بلعب في جروب من 12 سنه او اكثر، ما فيش فرق كبير قوي في الامكانيات، بس في فرق في العقليه شويه، ان هو ده عارف ان ده شغل هيعمله كل يوم متواصل، الامكانيات كلها قريبه من بعض. فاتمنى ان شاء الله ان احنا في البلاد العربيه عامه ان احنا نسيب عندنا مصلحه تونس، نفس الكلام عندنا لعيبه كتير تلعب في اوروبا، فاتمنى يا رب بس ان دي حاجه تتغير عندنا ونطلع لعيبه بدري يعني.